السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله سنبدأ بأول حصة، كيف تتعامل مع شخص معك في المنزل أو معك في عمل تم صرعه من طرف الجن أو تم أغمي عليه من طرف الجن. هناك جن عاشق إذا أحب أن يجامع تلك الفتاة صغيرة أو جامع تلك المرأة الكبيرة أو أراد أن يتعدى عليها أو يغتصبها، فيمكن له أن يسقطها في أي مكان، في الشارع يغمي عليها، في العمل، في مكتب، أي شيء. إذا كان متلبس بها جن عاشق، سواء كان بسبب دخوله إلى جسمه بسبب سحر أو بسبب عينين أو حسادين أو ذلك الشيء موروث، وإذا كان الجن عاشق بسبب سحر فإنه لا يكون عاشقا من الأول، يكون خادم لسحر ثم ينقلب إلى عشق. أول حاجة أنني أحضر ماء، كأس ماء، ومن الأحسن تكون قنينة مثل هذه التي تكون عند الحلاقة هكذا، أو إذا لم تكن لك مثل هذه، إذا كان عندك شخص مريض في المنزل فأحضر هذه وضعها في المنزل، وإذا لم يكن عندك، إذا كنت في الشارع وأتت هذه يعني كما نقول باللغة العربية هذه الحالة، فيجب أن تعمل عليه بأسرع وقت. أحضر كوب من الماء أو قنينة، ثم اقرأ عليه سورة البروس 7 مرات بسرعة، ثم قم برش وجه تلك المصابة، ثم أدي لها في أذنها اليمنى، ثم أقم الصلاة في اليسرى، ثم إذا كنت ليس لديك شيء من كتاب الله لا كرر أي سورة تقرأها، ولكن لا يوجد السر والحكمة، تلك السورة 7 مرات بالفرد. فهذا الرقم 7 فيه سر، مثلا إذا كنت لديك سورة الإخلاص في, 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 في جوفك، اقرأ سورة الإخلاص أو الفلق أو الناس، أو إذا كنت تعرف شيء من القرآن الكريم فقرأ أوائل سورة النور وأوائل سورة الصافات وأوائل سورة البقرة وآخر سورة البقرة وسورة الكرسي، وكرر خاتمة سورة نعم، فإنها سورة وآية، فإنها آية من سورة وإنها تسمى سورة، ثم سيدة القرآن كرر ولا يؤد حفظهما العظيم ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه مجرد كما نقول بالدرجة ديباناج، يعني غادي ديباني تنوض داك السيد، ينوض داك هذيك الحالة ديالو ولا ديك السيدة، سواء سيد كان ملبوس من الجن أو سيدة ملبوسة بعشقين، لأن شحال ديال الناس مساكن ملبوسين تكون بغا يطلع في حافلة وتطيح على الدرج ديالها كاع وجو تيمشي، تطيح على الحجار، تطيح على كيما تنسمي حنا تنقولو راه الرباية أو راه طونسيو أو هادو حالات بحدهم، ولكن هذه الحالة ديال الجن. هذه أول درس اليوم إن شاء الله استفيدوا منه، ولكن لا تنسى النقطة المهمة أنك تقرأ وتتشرف فيه في الماء، أقدر يجي في هذاك الخبيث، لأن النصيحة ديال الرقاة أي راقي يدخل شي حصة ديال الرقية إلا يكون حداه الماء، راه قدر داك الخبيث العفريت أو الجني، هو الاسم من الفوق العام الجان، ولكن راه يوجد عفريت، يوجد طيار، يوجد غواص، يوجد شيطان ترابي، شيطان علوي، يوجد المريد، يوجد السباسيب، يوجد التواقيف، يوجد القماقمات، دهانجه، الاباليسه، الشهامقه، اسماء كثيره، خدام الاحمر، عصافير الابيض، اصحاب ميمون، اسماء كثيره من الجن، فانهم هما 360 قبيله، وكل قبيله لديها 36 كما نقول مشيخه، وكل مشيخه لا يعلم سره الا الله، وهما 75% في الارض، وحنا البشر مجرد 25% فقط. كما قال احد العلماء، قال لو صعدت الى السماء وارسلت ابره في مكان خال في صحراء او في غابه او في خلاء لم تسقط على الارض، تسقط على راس، لا محاله سوف تسقط على راس جني، لان الارض ممتلئه بالجن كثيرا. واي ايه في القران نبدا بسوره الجن، بسوره نذكر الجن هو الاول، لانه هو الذي خلق الاول. مثلا يا معشر الجن والانس، بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والانس مثلا، واذا كان رجال من الانس يعود رجال من جني، هنا استعمل الإنس على الجن، ولكن الجن هنا بتفسير مغاير، لأن الإنس مع الجن الإنس المشعوذ يستعين بالجن، ولأنه هو الجن الذي كان سباق إلى إغواء الجني،
الجن للشيطان، لأن الجن إذا عصى الله فإنه يصبح شيطان، والإنس إذا عصى الله فإنه يصبح شيطان. إذن كلمة شيطان فهي مجرد رتبة. ومثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا صرفني إليك نفر من الجن، قولوا حي إلي نستمع نفر من الجن. وكثير الآيات مذكور فيها الجن هو الأول، إذا لاحظتم هذه الآيات في كتاب العزيز. ونكتفي بهذا القدر، ولباقي الدروس تتم إن شاء الله، ونسأل الاشتراك والدعم بإذن الله.